أنا الحمد لله بتحسن، وإن كان بوط لكن الحمد لله. هو بس نفسي شوية، ما بقدرش أتكلم كتير لأن نفسي قصير شوية، لكن الحمد لله على كل شيء. أنا بطمن الناس وبقول الحقيقة، الدولة عاملة حاجة عظيمة أوي أوي أوي. يا ريت الناس تخاف، عشان بنخاف سلم. يا ريت يخافوا ويعرفوا إن الموضوع صعب أوي أوي، وإن العلاج مكلف أوي على الدولة، وإن خلينا نفكر في بكرة، نفكر في زيادة الحالات، وإن يمكن الدولة اقتصاديا ما تقدرش بعد كده تلاقي الأدوية. من فضلكم خافوا، خافوا، الموضوع صعب أوي 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 أوي. شكرا شكرا لكل من سأل عني ودعاني، ألف شكر. بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزلة الصحية بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، توفيت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي منذ ساعات قليلة عن عمر نهز 82 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار. ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمانها ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بمدينة القاهرة. وكانت ابنة الفنانة الراحلة قد كتبت قبل ساعات قليلة أن والدتها ما زالت في الرعاية المركزة وأن حالتها حرجة جدا، ولكن بعد وقت قليل أعلنت عن وفاة والدتها عبر حسابها على الفيسبوك، وكتبت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله. وللذكر فإن الفنانة رجاء الجداوي قد أجرت منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 من شهر مايو الماضي أو في أواخر شهر رمضان الماضي 3 مسحات تحاليل PCR الخاص بفيروس كورونا. كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني بعد حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين تقريبا وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، وكانت المسحة الثالثة التي تمت خلال الأيام الماضية وظهرت أيضا النتيجة إيجابية. ثم ساءت حالتها في اليومين الماضيين وتم وضعها على جهاز تنفس اختراقي نظرا لحدوث تليف بالرئة وعدم استطاعتها للتنفس، وظلت على هذا الجهاز الاختراقي إلى أن تم إعلان وفاتها فجر اليوم الأحد 5 من شهر يوليو 2020. الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تزوجت في مطلع السبعينات من الكابتن حسن مختار، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، والذي توفي في 5 من شهر مارس من عام 2016، ولديها ابنة وحيدة وهي أميرة مختار، ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة حفيدة وحيدة اسمها روضة. ورجاء الجداوي من مواليد 6 من شهر سبتمبر في عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان بالقاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطرة المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.